كنقدم لكم اليوم طاجين د الحوت مطيشه معمره بالرز. كنحتاجو حوت كبير، كنعملو الشرموله ديالنا اللي كتكون من قزبور ومعدنوس والثومه وزيت الزيتون والتوابل ديال الحوت العاديه، ملح وابزار وكمون وشويه ديال الثومه. كنخليه كيشرب في الشرموله تقريبا شي ساعه حتى ساعتين. كنسخنوا الزيت ديالنا كنعملوا الطاجين، كنسخنوا الزيت، كنستفوا الحوت، كتبقى لينا شويه ديال الشرموله كنحتفظوا بها، كنكونوا حضرنا من قبل الرز مسلوق، كنصفيه وكنخلطوه مع الباقي ديال الشرموله كما كيبان لكم بهذه الطريقه. باقي ديال الشرموله كنخلطوه مع الرز. كناخذوا مطيشه كنخويوها من الوسط، كنعمروها بالرز، كنسدوها بالغطاوات ديالها، البلاصه اللي كنا قطعنا كنرجعوا ليها الغطا ديالها، كنستفوهم في الطاجين. كنزيدوا الحامض من الفوق ديال الحوت، وكنزيدوا مطيشه اخرى الا بغينا مقطوعه على شكل دائري. كنخليو الطاجين ديالنا كيطيب من 40 حتى 45 دقيقه. وهذا الطاجين ديالنا واجد، وبالصحه والراحه.